يوم أقرب وراح، وإن شاء الله يوم بخير. اليوم الخميس 27 جماد الآخر 1445 في دولة الكويت، الموافق 8/2/2024. سبحان الله، خادم خادم سبحان الله. الوالد سيد ساجد سيد عمر الرفاعي وزير نائب شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية كان كتبه يكتب خويدم، لما يوقع خويدم السجادة الرفاعية خادم الطريقة الرفاعي الصوفية بيده الفانية حان الحي الدايم. الله بالقرآن يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال وذو الجلال والإكرام. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله بالقرآن قال له وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نشر الإسلام سرا وجهرا وأسس دولة الإسلامية، والصحابة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن العزيز والتابعين والسادة الصوفية كلهم، كل مخدوم يخدم يدة أم حسين. نعم كانت تقول يا خالد كل مخدوم يخدم، وتقول الله يسلط أبدان على أبدان يا رب. إن إحنا كان السيد يسألني يقول لي يا ابني خالد أنت خليفة؟ أقول له أنا خادم. كولي قال ليش؟ أقول له ولي وحط لها كاف. فأنتوا إن شاء الله الأموات خدموا اشتغلوا ربوا وحريم رجال ودرسوا وكافحوا، وكانوا أيام الضعف وبعضهم يعني حسب على روحه. خدمة خدمة، كم نهاية الخدمة؟ خير وبركة وشكرا.